استقبل اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي اللورد سيتو رات بولك عضو مجلس اللوردات البريطانية. ورحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعضو مجلس اللوردات البريطاني، مشيدا سموه بالعلاقات البحرينية البريطانية المتينة عبر التاريخ وما تشهده تلك العلاقات من تطور على مختلف الأصعدة، مؤكدا سموه على الحرص المتبادل لتطويرها وتنميتها على المستويات كافة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.